ده قاعد في القبر. نعم. اكشف الجميع عن والله السميع. يا ابو عمر النادر. يا الحفيد يا اقوى الزمان. السماع يا طويل الباع. الرشيد يا في الكون فريد. طويل اليد يا لحاق بعيد. الرحله الجلاله فيشكي من الربيس. وبعض رجل من الخرطوم. وبعض رجل من ودراوه. وبعض النجوم من الظليل وبعض النجوم من الشريف وجينا قلائلين وربطنا الزيارة دي سنوية وجينا كبار ما يجبك العيال تعجيك التجيح مكسر يا يابا تفتح البصيرة تنوي السريرة تزيل الفقر تحوز العقل الدنيا وديني لا يوم الدين حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدنا عبد القادر الجيلاني يا سيدنا محمد بهاء الدين النقشبند يا بدلاء يا نجباء يا نقباء يا أوتاد يا أخيار يا مسلمو الجن عموما يا ملائكة السماوات والأراضين رجال الله أعينونا رجال الله أعينونا. طيب ده الواقع يا جماعة بتاع المسلمين الليلة في معظم دول العالم الإسلامي وأخطر وأعظم في السودان، لأن السودان فيه جميع الطرق الصوفية يمكن في العالم كلها موجودة عندنا هنا. يعني مثلا المغرب بتلقى الطريقة التجانية هي الأكثر، مصر يمكن تلقى طريقة تركتين هي الأكثر، لكن كل الطرق والوسخ كله عندنا في البلد دينا، وده بيجعل المسؤولية جماعة في رقابنا كدعاة وطلاب علم مسؤولية عظيمة جدا، بل هي أعظم مسؤولية، لأنه إحنا الآن في عندنا ناس في بلدنا دي قاعدين في مربع قبل المربع بتاع أبو جهل وأبو لهب. أبو جهل وأبو لهب في الشدائد بينادوا الله براو، وفي الرخاء بيشركوا بالله. عندنا ناس هنا في الشدائد وفي الرخاء بينادوا غير الله، زي ما قال لهم البرعي هنا، ده البرعي في ديوان رياض الجنة الصفحة 119 السطر الأول، قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. في حالة الخطوب والمصائب والشدائد والأمور الملمة قال تنادي غير الله، وده شرك حتى أبو جهل وأبو لهب ما وقعوا فيه أخوانا. ولا يمكن أبدا ينصلح حال بشر عقيدتهم زي العقائد اللي سمعتوها الآن ديل، والله لا يمكن أبدا. الموضوع ده ما موضوع سياسة ولا موضوع حكومات فاتت ولا حكومات جات، ولا بيحلوا اعتصامات ولا مظاهرات ولا تتريس للشوارع، موضوع ده بيحل العقيدة والتوحيد يا جماعة. يبقى انتوا اللي بتكونوا سبب، انتوا القدامي ده اللي بتكبروا ديل سبب في خروج البلاد دي والمسلمين من الأزمة دي إن شاء الله، إذا عرفتوا مسؤوليتكم. ما تضيع زمنك
في واتساب كثير، ولا تضيع زمنك في ضحك كثير. مسؤولية في رقبتنا، وربنا بيسألنا كلنا يوم القيامة أي ذول الله علمه شيء من القرآن والسنة، الله بيسألك من المشركين البناد غير الله عز وجل، والبيستغيثوا بالقبب والأضرحة زي ما شفتوا الآن، أنا جبت لك قدامك زي ما شفت الآن. وأذكركم بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تبينوا للناس إن دعاء غير الله شرك وكفر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ونهى الله عن دعاء غيره ولو كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، حتى لو نبي أو رسول، خلي ولي، لو نبي أو رسول الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا. بينوا التوحيد للناس، والحمد لله المساجد فاتحة في البلد دي بالذات بعد فوت الكيزان، دي كانوا شر وبلا على هذه البلاد وعلى المسلمين جميعا. والصوفية بالمناسبة ما عندهم ظهر يقفوا بيه، اسمعوا كلامي ده، وليصل للصوفية والكيزان، الصوفية ناس لبلابيين ما بيقوموا براهم إلا يتلبلبوا ويتسلقوا فوق حاجة. فكانوا الكيزان باقي لهم ظهر، تمشي مسجد تتكلم في زمن الكيزان يسوقوك ناس الأمن. ليه تكلمت في البرعي؟ وليه تكلمت في عبد الحي؟ وليه تكلمت في ضعيط ومعيط؟ ومعلق لهم ورقة كبيرة ممنوع التحدث في هذا الجامع إلا بأخذ إذن مسبق من رئيس لجنة الجامع. يعني أنا جيت عبر سبيل تفتش رئيس اللجنة وما فيش، عنده مرته في الولادة وشيل تلفونه، يكون الجماعة صلوا فاتوا مشوا تعشوا كمان، لعبوا لفوا دوران تعطيل لدعوة الله عز وجل. وللأسف حتى أنصار السنة الدعمهم من السعودية ومن وين ومن وين عشان ينشروا العقيدة والتوحيد، بيقول ليلة يحاربوا نشر التوحيد والعقيدة. مساجدهم كاتبين فيها ممنوع التحدث. في مسجد في الثورة أم درمان حق أنصار السنة جناح بزيت الإصلاح عاملين يافطة، قالوا لا يجوز، والله لا يجوز الحديث في هذا المسجد. فتوى شرعية مش ممنوع زي حق الصوفية، لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالآن المجال مفتوح يا أخواننا، اشتغلوا وانتشروا، خش أي مسجد صاحب الحكمة وأي حاجة، لكن ما تتنازل عن الكلام في التوحيد والعقيدة.